بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، أهلا بحضراتكم على هذه الأرض الثقافية بامتياز هنا في مسرح الهناجر وفي دار الأوبرا المصرية. نلتقي بحضراتكم لنتذكر معكم هذا الشذا ونستعيد معكم تلك الذكريات العربية وذلك القلم العربي الذي أبدع وأثرى للثقافة العربية، قدم الكثير. اليوم في احتفالية خاصة بتسليم جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري هنا في مصر وعلى هذه الأرض التي لطالما احتضنت الإنسانية والعروبة والقومية والحضارة. هنا نبع الشعر، هنا منبع الكلمات. تبدأ مع حضراتكم وعلى هذه المنصة مراسم تسليم جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، فليتفضل السيد الدكتور علاء عبد الهادي والمجلس الأمناء لتسليم الجائزة للشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي وأيضا للشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح. جائزة الشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح. الآن وبعد تسلم الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي للجائزة وأيضا الشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح لجائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، نبدأ أولى فقرات هذا الحفل ببعض الموسيقى والتراث العربي المصري مع الدكتور أشرف علي وأيضا الدكتور أشرف عبد الرحمن. مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب. مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب. سألت الله في أبناء ديني فإن تكون الوسيلة لي أجابا. وما للمسلمين سواك حصن، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم. اليوم في ذكرى أمير الشعراء أحمد شوقي نسعد بكلمات الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، فليتفضل. لعبت مصر الدور الأول الذي مثله أحمد شوقي أمير الشعراء، ونحن في هذا الطريق نواصل السير نرصد جائزة خاصة لهذا الفن العظيم نسميها باسم شوقي ونمنحها للشعراء المعاصرين المصريين والعرب عامة والأجانب أيضا، لأن الشعر هو تراثنا وتراث الإنسانية كلها. فالتحية لرئيس الاتحاد الشاعر والناقد الدكتور علاء عبد الهادي.
الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة كان ضيفي في برنامج المساء مع قصواء، وبعدين في سؤال من الأسئلة سألته عن الأقرب لقلبه بين الشعراء، تحدث كثيرا عن أحمد شوقي ثم تحدث عن حافظ إبراهيم، وإذا ذكر شوقي دائما نتذكر حافظ إبراهيم، كان بينهما الكثير والكثير، ما تسبب في إثراء الحياة الثقافية آنذاك والحياة الشعرية وفي إثراء حياتنا الشعرية في هذا العصر. فليتفضل الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة. فإن كنت قوالا كريما مقاله فقل في سبيل النيل والشرق أودعي. ونذهب مع حضراتكم ختاما في ختام الحفل إلى مقطوعة موسيقية، ولكن أذكر حضراتكم بأنه كان هذا هو حفل تسليم جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري هنا بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تسلمها الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي وأيضا الشاعر الكبير اليمني الدكتور عبد العزيز المقالح. شكرا لكل الضيوف الكرام، شكرا لكل الحضور الكريم، شكرا لاتحاد الكتاب العرب لتشريف هذا الحفل، وايضا شكرا لاتحاد كتاب مصر لتبني هذه الجائزة.